السلام عليكم اخواتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناه طبخ سميه، نزولا عن طلب العديد من الاخوات اللي طلبوا مني هكا طريقه تحضير ديال الطويجنات وهكا وجبات الغداء. فكنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. غادي نحضروا طاجين بالدجاج والخضر، كنتمنى انكم تجربوه، كيجي لذيذ بزاف وطريقه التحضير ديالو كتبقى جد سهله. فبلا ما نطول عليكم نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. ندير معكم المقادير والطريقه في نفس الوقت. في واحد الاناء بحال هكا غادي نوضعوا واحد نصف ملعقه من الفلفل الاسود الابزار، غنوضعوا كذلك واحد الملعقه صغيره من الكركم، وملعقه صغيره ما عمرش من الزنجبيل. غادي نضيف كذلك واحد نصف ملعقه من الملح، فالملح كيبقى على حسب الدجاج. انا عندي الدجاج غسله بالملح، يعني كيكون مشرب الملح، داكشي علاش غادي نوضع غير الكميه ديال نصف ملعقه. ثم غادي نضيف واحد الملعقه كبيره ممتلئه من القزبر ومعدنوس اللي مقطعين. غادي نقوم باضافه الثوم. فبالنسبه للثوم عندي هنايا من جوج دراس حتى ثلاثه ديال الدراس ديال الثوم مهروسين على حسب الكميه ديال الدجاج اللي غادي ديرو. ثم غادي نضيف على هاد التوابل القياس ديال واحد الكاس صغير من الماء، صافي. وغادي نخلط جيدا. ثم غادي ناخذ الدجاج. فبالنسبه للدجاج راه الكميه كتبقى على حسب الرغبه ديالكم وحسب عدد الاشخاص، قدروا ديروا كميه اقل او ديروا كميه اكثر حسب الرغبه ديالكم. صافي غادي نوضع هاد الدجاج مع هاد التوابل. فتقدروا تخليو هاد الدجاج بحال هكا كيتشرب واحد المده ديال نصف ساعه، غيكون من الافضل باش كيتشرب التوابل. ما كانش عندكم الوقت غادي ديروه مباشره، فانا كذلك غادي نديرو مباشره فوق النار. كيف ما كتلاحظوا غادي ناخذ هاد الدجاج غادي نوضعو بحال هكا في واحد الطويجين، غادي نفرغ فوق منه ديك التوابل اللي تبقات عندنا. غادي نضيف عليه زيت الزيتون او الزيت النباتيه حسب الرغبه ديالكم. غادي نضيف القياس ديال واحد ربع كاس هكا ديال الزيت، صافي. وغادي نغطي على الطاجين ديالي، غادي نخلي هاد الدجاج كيتقلى غير واحد شويه وبلا ما حضرت الخضر، ونرجعوا نتلاقاو. كتلاحظوا بعد ما تقلى الدجاج ديالنا غير واحد شويه، غادي نضيف الان عليه البصل. غادي بالنسبه للكميه فعندي هنايا بصله كبيره اللي قطعتها هكا شرائح. ثم غادي نقوم باضافه الجزر. فبالنسبه للكميه ديال الجزر راه كتبقى على حسب الرغبه ديالكم، كاع الكميه ديال الخضر كتبقى على حسب الرغبه ديالكم. غادي نستفو بحال هكا. ثم غادي نوضع البطاطس كذلك، تقدروا ديروا اي نوع ديال الخضر نتوما باغيينها. ثم غادي نوضع شويه ديال الجلبانه، غادي نوضعها هنايا في الوسط. ثم غادي نوضع كذلك القليل من الطماطم. ثم غادي نضيف كذلك القليل من الزيتون. فبالنسبه للزيتون قطعته بحال هكا دوائر. ثم غادي نوضع بحال هكا واحد الشريحه ديال الحامض، فتقدر ديروا حامض مصير، انا ما كانش متوفر عندي، درت غير هكا حامض عادي، كتعجبني ديك الحموضه. وغادي نضيف واحد نصف كاس صغير ديال الماء. بالنسبه للماء فخصو يكون
سخون باش ما يطردق لكمش الطاجين. الا درتو الماء بارد فيقدر يطردق لكم الطاجين. الان بعد ما ضفتك نصف كاس ديال الماء غادي نغطي على الطاجين ديالي، غادي نخليه كيطيب على عافيه مهيله حتى كيطيب مزيان وكطيب الخضر ديالنا. وبالنسبه لهذا المرق اللي كيكون في الجوانب فكناخذو منه وكنوليو نوضعو القليل منه هكا فوق الخضر باش كذلك كتجي منسمه. صافي ونتلاقاو بعد ما يطيب الطاجين ديالنا. صافي كانتوما كيف ما كتشوفوا ملي كيكون داك هكا داك المرق كيغلق كنوليو ناخذو منه كنوضعوه فوق الخضر وكتذوقوه. فإلا كان ناقصكم الملح فكتضيفوا الملح. غادي نولي انا نضيف القليل من الملح بحال هكا فوق من الخضر. صافي وكتغطيو الطاجين ديالكم وكتخليوه حتى كيطيب تماما وكطيب الخضر ديالنا ونرجعو نتلاقاو. صافي كيف ما كتلاحظوا بعد ما كيطيب الطاجين ديالنا وكطيب الخضر فبمجرد ما كيطيب داك الدجاج صافي كنقدموا الطاجين ديالنا. فكيف ما كتلاحظوا هنايا كاضافه فقط غادي نضيف فوق منه القليل من زيت الزيتون وغادي نضيف فوق منه كذلك القليل من القزبر ومعدنوس مقطعين. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم نال الاعجاب ديالكم، انكم تجربوا هاد الطواجين كيجي لذيذ بزاف. كنتمنى تشتركوا الفيديو مع الاصدقاء والاحباب، واللي مازال ما اشتركش في القناه فيشترك ويفعل الجرس باش يتوصل دائما بجديد الوصفات. وما تنساوش كذلك لايك الفيديو. نتلاقاو في فيديو قادم مع وصفة أخرى. دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.